نديروا الطريقه الثانيه. يا اختي كناخذ واحد 100 غرام ديال الزبده، 200 غرام سنيده، ثلاثه البيضات، 120 غرام بودره اللوز تكون بالقشور، يعني تشد اللوز وتطحنه. وهذه تاهي ما فيهاش دقيق؟ ما فيهاش. واخا كناخذ ليمونه محكوكه ومعصره، العصير ديالها والقشور ديالها، و 120 غرام ديال النشا، ونصف خماره. هادو المقادير، نعاودهم لاله فاطمه لا سمحتي. كناخذ 100 غرام زبده، 100 غرام ديال الزبده، وفي نفس الوقت نضربها مع 200 غرام ديال السنيده، ونبقاو نزيدو ثلاثه البيضات وحده بوحده، ونزيدو بودره اللوز 120 غرام بالقشور، ماشي مشكل. ونعصر، نحكو ليمونه ونعصروها، العصير والقشور، ليمونه عصير ديالها والقشره ديال ليمونه، ونزيدو 120 غرام ديال الماء النشا، وفي الاخر كنديرو نص خماره وكنخلطو. وكنقبتو هذوك المولات الصغيرين ديال الكيك، باش الا درتي غير كيك موين كتعطيك 8 الكيكات، يعني لا باس بهم. بغيتي دوك الصغيرين اللي كتحطو في البلاطو، ناخذو الصغيره كيتباعو، وكندهنوهم بالزبيده والطحينه، وكنعمرو فيهم هذا الشيء، وكندخلو للفران. مي كتخرج هي سخونه كنكون حنا موجدنا عصير الليمون، مثلا عصير ليمونه يكون فيه الماء تقريبا واحد نص كاس العصير، ونديرو فيه 150 غرام ديال السكر كلاصي. كتسقى بهذا السيرو؟ نعم، كيتسقى بهذا السيرو ديال الليمون. ايه، نسقيوه المره الاولى وعاود يبردوا، نعاودوا نسقيو باش تجي واحد الفطره من الفوق زوينه، وملي كتعضي كتلقى شي حاجه لذيذه. احلى لفاطمه يعطيك الصحه. يعني الطيبه ديالها والمذاق غادي يكون ليمون 100%. وهادو راه كيداروا مثلا في البلاطويات، يعني يقدموا في العشيات مثلا اللي عندهم لي سواغي ولا عراسات ولا ما شاء الله تبارك الله عليك.
لاله فاطمه.